وليس التخويف أو الترهيب. مشاكل كثيرة وحالات يتطور معها سرطان الجلد، إشارات مهمة خصنا نردوا لها البال، نشوفوا الذات ديالنا كيفاش كتجاوب، كيفاش كترد عليك الخبر إذا كانت شي حاجة فيها ماشي تلهيه. الجواب أكثر تفصيل وطبي معك البروفيسور ليلى بن زكري، مختصة في طب الجلد وعضو بالفريق الدولي للبحث حول مرض البارا. صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتورة، مرحبا وألف مرحبا بك. الله يجزيك بالخير. مشكورة جدا على هذا الوقت ومشكورة جدا على الجهد مشاركة المعلومات الطبية ليلى بن زكري. طيب احنا مبغيناش نخوفوا الناس ياك بروفيسور؟ لا احنا في وقايه ان شاء الله، هادشي اللي كاين. احنا الاشارات اللي مهمه اللي كيعطيها لينا الكوغ ديالنا او الذات ديالنا، واللي خاصنا نجاوبوا مع هاد الاشارات ونعرفوا هاد الجسم هذا شنو كيقول، ونفسروا اللغه ديال الجسم ديالنا ليلى بن زكري من خلال هاد العلامات. هي حاله كتطور او يتطور معها سرطان الجلد بروفيسور ليلى بن زكري؟ كاين ثلاثه الانواع ديال سرطان الجلد. كاين لي كارسينوم اللي تيكونوا شويه ظريفين، وكاين الميلانوم اللي تيكون اخطر. ولكن قبل ما يكون هذا السرطان تيكون شي حالات اللي يمكننا نعرفوا بان هذه الحالات يزيدوا ويرجعوا سرطان. اذا مهم بزاف واحد يعرفهم باش يداويهم قبل ما يرجعوا سرطان. واخا بروفيسور، شنو الاشارات اللي كيعطي الجسم ديالنا في هذه الحالات ولا في هذه الانواع السرطانيه بروفيسور ليلى؟ الوغ نبداو بالسرطان القبيح يكون كل هو الميلانوم. الميلانوم هو اللي تيكون يمكن الناس يموتوا به وبحالة بسرعة. الوغ كاين الحالات ديال الميلانوم تيجيو على الخالات. اذا شنو هما الخالات اللي الواحد خصهم يحتاط منهم؟ هما من الحالات الخالات ما تيكونوش عاديين، تيكونوا مدورين وصغيورين، هادوك ما فيهمش المشكل. ولكن بعد النوبات ما تيكونوش مدورين، تيكونوا ماشي طبيعيين. بمعنى كيكونوا دايرين شي غلياف، دايرين واحد الهضبه مهضبينه بروفيسور ليلى، خارجين من البشاره. نعم خارجين من الجلد. هذا ستان اكزامبل، ولكن كاين حوايج اخرين. اول حاجه الا كان زوج الخالات على الاقل في الذات اللي ماشي عاديين. ثاني حاجه الا كانوا الخالات اكثر من 40 وحده في الذات، كاين الناس والعائلات اللي عندهم بزاف الخالات، اذا خصهم يحتاطوا. ثالثا الا كان شي واحد في العائله ولا هاد الشخص ديجا كان فيه حاله الميلانوم. نعم الوراثه بالوراثه. كاين الناس عاوتاني هذوك اللي شقرين لي غو اللي وجههم بيض بزاف وتيتعرضوا للشمس بزاف، اللي تحرقهم اللي كانوا صغار. الناس اللي كيكون شعرهم احمر وفيهم واحد النقط اللي هما النمش اللي فيهم النمش اكزاكتومون لي غو. وكاين عاوتاني الخاله اللي كبيره بزاف وخلق بها الواحد اللي كثر من 20 سنتيمتر. نعم كاري. وبيان سور الناس اللي تاخذوا الدويات اللي تهودوا المناعه بحال لي كورتيكويد ولا الدويات ديال الكونسير. اذا هاد الناس خصهم يحتاطوا بزاف حيت يمكن يديروا هاد المرض اللي سميتو الميلانوم. وباش نعرفوا هذاك الخاله تبدلت، اولا ما تتبقاش ديك الخاله مقاده، ماشي دائما تبقى دايره. اذا الشكل كيتبدل او الحجم الشكل تيتبدل، الجناب تيتبدلوا، اللون تيتبدل، تيرجعوا بزاف اللوانات في ديك الخاله. ايه تتكبر تترجع اكثر من 6 مليمتر ويمكن لها تحك ولا تسيل شويه بالدم. اذا هادو كلهم خص الواحد غير يشوف هاد الخالات تبدلوا هكا. نعم لابد يستشر طبيب في اقرب وقت ممكن. طيب ما كيألموش بروفيسور ليلى؟ يمكن يألموا.
ولكن ما خصناش نعينو تيلمو عاد حنا نمشيو لعند الطبيب. نمشيو عند الطبيب غير تشوف الخاله تبدلت. اييه الموقع اولا التموضع ديال هاد الخالات فين بالضبط ممكن يكثر ولا ممكن يكون؟ يمكن يكونوا في اي بلاصه ولكن هي كثرة البلايص اللي تيكونوا معرضين للشمس اللي تيكونوا اكثر خطوره مع الشمس. نعم اذا ذكرتي الاسباب ومن الاسباب ممكن يعني نستخلصوا الوقايه بروفيسور ليلى بن زكري. هاد الناس باش ما يوصلوش لهاد الخاله اللي هي بهذا الشكل هذا وهذا الحجم هذا شنو الاحتياطات اللازمه اللي خصهم ياخذوا الا عرفوا راسهم من هاد الناس هادو من هاد الاشارات اللي عطيتينا بروفيسور ليلى بن زكري؟ هما خصهم يستشروا الطبيب على الاقل كل 6 شهور. وعندنا من غير العين المجرده عندنا واحد الديغموسكوب كنشوفوا به اكثر حيت يكبر. اذا خص لابد الواحد يبقى يشوف الطبيب ديالو باستمرار باش غير الطبيب تيظن بان كاين شي حاجه تيزول ديك الخاله. ولا لا كانت بحال دابا الخاله في راس في مشتدر الرجل أيه. ما يمكنش الخاله تكون في مشتدر الرجل والواحد يبقى يتمشى عليها. نعم. يمكن تبدل ولا في شي بلاصه تتكون فيها الاحتكاك بحال دابا سليب ولا سوتيان غورج تيكون الاحتكاك ما خصش يبقى يتحك ديك الخاله ما خصهاش تحك. دونك هاد الشيء شفنا فقط ديال الميلانوم. عاد نشوفوا ديال السرطان الاخرين شنو هما الاسباب اللي يمكن لهم يؤديوا لكارسينوم. طيب في التشخيص قلتوا يعني هو تشخيص دقيق يعني في حاله ثبوت انه ميلانوم وانه ورم خبيث بروفيسور ليلى بن زكري شنو هما اولى المراحل والخطوات اللي كتاخذوا في العلاج ديالكم؟ العلاج الميلانوم اول حاجه خصنا نثبتوا بانه ميلانوم. دونك تنفتحوا للمريض تناخذوا تنزولوا ديك الخله كلها ولا ديك الورم تيكون هي اون جينيرال تيكون الورم شويه كحل ولا زرق. هذا هو اللون ديال الميلانوم. نعم. وتنصيفطوه للتشريح الدقيق وهما تيعطيونا واحد المعلومات واحد لي زانديس. نعم. اللي تنعرفوا بالضبط شحال يمكننا نعاوتاني ناخذوا من الجلد سي سكون ابل لي مارج دو سيكوريتي باش نزولوا الورم تماما. ومعلوم من هاد لي زانديس تنعرفوا واش يمكن الورم يكون عطى الله يستر دي ميتاستاز. اذا مضاعفات ماشي مضاعفات الميلانوم تيسرح في بلايص اخرين. نعم. دونك على حسب الا كان صغير بزاف معلومه تيسرح تكتشف فيها. ولكن لكن كبير بزاف تنديروا التحاليل ديال الدات كلهم باش نعرفوا تلاين يسرح باش عادي يمكننا نعرفوا بالضبط اين دواء يمكننا نعطيو لهاد الناس. كتاب والحمد لله المريض شافى وتحيد هذا المشكل، واش هو معرض في سنوات مقبله انه يوقع عليه نفس المشكله بروفيسور؟ معلوم احنا هضرنا قبيله لكان شي واحد عنده في العائله ولا هو دار ميلانوم يمكن له عاوتاني يدير واحد اخر. اذا هاد الناس تنبقاو ونراقبوهم مده طويله جدا. نعم نعم. بروفيسور شنو نصائحك الاخيره للناس اللي كيستمعوا لينا في هاد اللحظات هذه واللي ربما طرحنا يعني في الراس ديالهم مجموعه ديال الاسئله، واش انا ممكن نكون من الناس يقدر يكون عندهم ميلانوم بروفيسور ليلى بن زكري، شنو ممكن تقولي ليهم؟ شنو نصائحك لنا؟ تفضلي. هما اللي شكوا بان كاين شي حاجه، من الاحسن يشوفوا الطبيب على والو حيت كاين معلوم دي ديكنوستيك ديفيرونسيال هي تكون ورم كحل ولكن ماشي هو ميلانوم. اذا اللهم يستشروا الطبيب على والو على شي حاجه ماشي مهمه ولا نخليو حتى يفوت الفوت. لابد التشخيص في اقرب وقت ممكن. احنا ماشي باش نخلعوهم ولكن باش نديروا الوقايه.
احسن. لانه في بعض الحالات ربما هذا الميلانوم يعني يتشارك يعني في الحجم ديالو والشكل ديالو مع اللي كنسميوه حنا بالدارجه بروفيسور ليلى مسمار الكيف، يعني هذاك مسمار الكيف اللي كيكون ما بين الرجلين، يعني كيقول واحد راه غير مسمار الكيف هذاك ودايز راه غادي يمشي ويجي يمشي ويجي، ولكن هنا خصنا نضبطوا اكثر ونتحكموا اكثر في الاعراض الثابته ديال هذا الميلانوم بروفيسور ليلى. نعم نعم. وكاين الناس اخرين انا كنت نهضر عليهم في لي كارسينوم، كاين الناس اللي معرضين اكثر بحال دابا هما ليكزيغوديرما بيغمنتوزوم، هو مرض وراثي، هما اطفال القمر. هاد الوليدات وهاد البنيتات تيكونوا غير تعرضوا للشمس تيكونوا معرضين للاورام ديال الجلد كارسينوم ولا ميلانوم. دونك هاد الوليدات ما تيعيشوش بالكل ما خصهمش يعيشوا في الشمس، هما يخرجوا للزنقه ولا يمشيو الشمس تهود. نعم دونك هاد الناس تيكونوا حتى هما معرضين اكثر. ومعلوم تنصحوا الاباء والامهات ديالهم تنشوفوهم كل شهرين ثلاث شهور باش غير لا كانت شي حاجه شكينه فيها تنزولوها في اقرب وقت ممكن. مهم جدا. انا تكلمتي بروفيسور الوليدات اللي سميتيهم اطفال القمر، انا غنرجعوا لك غدا ان شاء الله نتكلموا بتفصيل عليهم ونزيدوا ناكدوا على اهميه التشخيص قبل العلاج. بروفيسور ليلى ناخذ مكالمه هاتفيه اللي سمحتي بها نختموا. سي محمد من اكادير، صباح الخير سي محمد. صباح الخير اختي زهر. مرحبا بك سيدي. لا خليك عندي شي نقاط بيضين ديال البرص. نقاط اللهم صل عليك. البرص اياه سيدي اياه. ما كاين حتى شي كلو. سي محمد امتى عرفتي عندك البرص وشكون اللي اكد لك ان عندك البرص؟ انا مشيت عند الدكتور جوج خطرات. اييه اييه. ولكن تنطلب ليه ذاك اليوم ما سمعتش قال لي ما كاينش. اييه. شحال هذه باش عرفتي راسك في هذا المشكل هذا ولا هذا المرض؟ شي نقاط كاين عندي جوج نقاط شي 15 عام هذه ما عرفتش انا شنو ذاك الشيء ياك. زيد السي. اللي جيت عند الطبيب قال لي راه هما بداو دابا تنتشروا في الدار. واخا سي محمد واخا سي محمد. بروفيسور ليلى شنو بان لك في سي محمد من اكادير 15 عام عنده جوج نقطات ما تطوروش نهائيا، يعني حتى لهاد الاواني الاخيره عاد بدا كيتطور هذا البرص وبدا كينتشر. تفضلي بروفيسور. اذا واخا دابا ما كانوش تينتشروا دابا بداو ينتشروا. اذا كاين بزاف ديال الدويات اللي يمكننا نعطيو لهذا السيد. الا كان تينتشر بسرعه قليله غير بشويه يمكن يتعرض فقط للشمس ولا يمشي اللي كابين دو فوتوثيرابي واحد الجهاز تيعطي الاشعه الشمس ملي تيكون البرد ويمكن بهذه الاشعه الشمس يحبس البرص. الحالة الثانية هي اللي كانت ينتشر بزاف. في هذه الحالة تنعطيو واحد الدويات كينات كاين اما لي كورتيكويد اما واحد لي زانتيبيوتيك وتاخذهم السيد وتيكون احسن ان شاء الله. وما ننساوش الجانب السيكولوجي مهم بزاف، يبقى متفائل وما يكونش مضطرب وخايف، حيت كل ما خاف وكل ما اضطرب كل ما البرص يتزاد. واخا اذا العلاج ممكن ان شاء الله. اذا التوقف او التوقف ديال البرص وعدم انتشاره ممكن بروفيسور ليلى بن زكري. ممكن بالدوايات وبالحاله النفسيه اللي اكدت عليها بروفيسور ليلى بن زكري. مشكوره جدا وسي محمد نتمنى لك الشفاء العاجل باذن الله. والهلا يوجعوا في ذاته والهلا يوجعوا في اللي عزيز عليه. بروفيسور ليلى بن زكري خليناك على خير. مشكوره جدا مختصه في طب الجلد وعضو بالفريق الدولي للبحث حول مرض البرص. إلى اللقاء.